جئنا إليك أبونا السماوي، عيوننا شاخصة إليك. الله الآن يأمر جميع الناس أن يتوبوا. افتح عيني عشان أشوف إيه اللي عملته على الصليب علشاني. اعرف حاجة، الشر لا يكسر بالشر. لكونك انت يعني هالك تخلص بالتوبة بدم المسيح، ومحدش هيقدر يدخل السماء غير اللي اتمتع بالرحمة. مبارك اسم الرب. مكتوب كده في مزمور 105، يقول كده الكتاب: احمدوا الرب، ادعوا باسمه، عرفوا بين الامم باعماله، غنوا له، رنموا له، انشدوا بكل عجائبه، افتخروا باسمه القدوس، لتفرح قلوب الذين يلتمسون الرب. يقول كده: اطلبوا الرب وقدرته، التمسوا وجهه دائما، اذكروا عجائبه التي صنع، اياته واحكام فيها. يا ذرية ابراهيم عبده، يا بني يعقوب مختاريه، هو الرب الهنا في كل الارض احكامه. ذكر الى الدهر عهده، كلاما اوصى به إلى ألف دور. نفسي النهاردة كده وإحنا بنبدأ اجتماعنا يكون فكرنا وتسبيحاتنا كلها رايحة ناحية إن إحنا بنشكر الرب، إن إحنا بنعظم الرب. يمكن أوقات كتير الرب يصنع معانا أمور عظيمة، والرب يعمل كده معانا ونشوف إيده في حاجات كتير، بس أوقات كتير بننسى إن إحنا نشكره. فأنا نفسي النهاردة وإحنا متجمعين قدام الرب، نفسي نعلي الرب، نفسي نكرم الرب، نفسي نغني كل التسبيحات، تسبيحات مليانة بالشكر ومليانة بالامتنان لي، لأنه يستحق ولأنه صالح. نفسي كده وإحنا بنبدأ وقتنا نفسي نشاور عليه ونقول له: رب أنت صالح للكل، ومرحمك مكتوب عنها على كل أعمالك. مراحم الرب موجودة طول الوقت على كل أعماله، على كل أعماله. عشان كده وانت جاي الوقت دوت، اعرف وتيقن ان كل حاجة الرب بيعملها فيها مراحم وفيها جود وفيها ايدي العظيمة والقدير. الرب حنان ورحيم، الرب طويل الرحم، الرب كثير الرحمة، الرب صالح للكل. الرب حنان ورحيم، الرب طويل الرحم، الرب كثير الرحمة، الرب صالح للكل. أنت أعمالك ويباركك.
يتكلمون ملكك ملك كل الدهور وسلطانك لكل دور فدوري دور فدوري ملكك ملك كل الدهور وسلطانك لكل دور فدوري أنت صالح أنت صالح للكل أنت صالح للكل ومراحم على كل أعمل حمدك يا رب يحمد نفسي تغمض عينك دقيقة الوقت ده وانت بتشاور عليه وتقول له يا رب ايوه انت صالح ايوه رب انت مفيش اعظم منك. شاور عليه وقول له كده يا رب انا بباركك لانك صالح. قول له يا رب انا بباركك لانك قدير. قول له يا رب في الماضي بيشهد عنك انك صالح والحاضر بيشهد عنك ولسه كمان الجاي هيشهد عنك لان انت صالح لان انت طبيعتك صالح لانك انت مش بتتغير حتى لو احنا اتغيرنا لكن تفضل انت امين تفضل انت صالح. يا رب بنباركك لانك صالح بنباركك لانك قدير بنباركك يا رب لانه مرحمك على كل اعمالك. يا رب جايين نباركك جايين نسبحك جايين نتكلم وجايين نشهد عنك انك انت صالح طول الوقت. امين. كلمات الجايه تقول له كده ايوه الهي صالح. كم حد موافق معايا ويرفع ايده يقول ان هو صالح؟ تعالوا نقف مع بعض واحنا بنقول الكلمات دي واحنا بنشاور على السيد ليه كل المجد نقول كده ايوه الهي عظيم وايوه الهي حي. هاليلويا. اشهد عنه امبارح وكل السنين
علشان ايدي وماسك ايدي علشان هو صانع. ايوة الهي صانع الهي امين يشهد عنه امبارح وكل السنين. ايوة الهي صانع الهي امين يشهد عنه امبارح وكل السنين. شاور عليه يقول له ايوة برع جمال صاحب الجلال. ايوة برع جمال صاحب الجلال انا ليا اله عظيم بغني بين الناس. انا ليا اله عظيم وبغني بين الناس. انا ليا اله عظيم وبغني بين الناس. انا ليا اله عظيم انا ليا اله عظيم انا ليا اله عظيم وبغني بين الناس. اترائف عليا اترائف عليا حولوا أغاني تسبيح السرافيم لكن سمع مني الصلاة والترانيم. من حولوا أغاني تسبيح السرافيم لكن سمع مني الصلاة والترانيم وبغني بين الناس. أنا ليا إله عظيم وبغني بين الناس. أنا ليا إله عظيم أنا ليا إله عظيم أنا ليا وبغني بين الناس. أنا ليا إله اترائف تاني اترائف عليا إله الرحيم وعلى الركبتين حملني كالفطيم. اترائف عليا إله الرحيم وعلى الركبتين حملني كالفطيم. وبغني بين الناس أنا ليا إله بغني بين الناس. أنا ليا إله ماله؟ لا لا مش سامع. أنا ليا إله ماله؟ أنا ليا إله عظيم جدا جدا يعرف حتى لو الهزيع الرابع جه، يعرف حتى لو كان الوقت صعب، يعرف يجي حتى لو الوقت خلص. مكتوب كده في مرقس 6 من عدد 45 مكتوب كده: وللوقت ألزم تلاميذه أن يدخلوا السفينة ويسبقوا إلى العبر إلى بيت صيدا حتى يكون قد صرف الجمع. وبعدما ودعهم مضى إلى الجبل ليصلي. ولما صار المساء كانت السفينة في وسط البحر وهو على البر وحده. أعرفوا وشوفوا الحالة بتاعت التلاميذ دي، يمكن في ناس كتير وسطينا نفس الحالة. مكتوب كده: ورآهم معذبين في الجدف لأن الريح كانت ضدهم. ونحو الهزيع الرابع من الليل مكتوب كده كلمات جميلة جدا، يقول كده: أتاهم ماشيا على البحر وأراد أن يتجاوزهم. يمكن لو سألت كم حد فينا بيشعر انه حالته كده في وسط البحر الهايج وفي الهزيع الرابع، الوقت اللي هو من الاخر بيسموه بدل ضايع، الوقت الاخير اللي ما فيش خلاص رجع.
كم حد فينا النهاردة يرفع عينه على السيد كده بالإيمان؟ كم حد يرفع عينه النهاردة على يسوع لي كل المجد ويقول كده حتى لو في الهزيع الرابع بس أنا منتظره؟ حد يقول أمين؟ حد يقول أمين؟ لو أنت بتسمعني في أي حتة في العالم الوقت ده، لو أنت في البحر والبحر هايج، أنا بصدق جدا أنه الرب بيجي لك الوقت ده ويمشي على المية، يمشي على المية. بس أنت لما تقول أمين وكأنك كده بتمسكها وتقول يا رب أنا بصدق أنك تيجي على المية، حتى لو المية شكلها مرعب وحتى لو الهوى والريح صعب، بس أنا بصدق أنك تيجي بزيارة خاصة. يقول كده: فلما رأوه ماشيا على البحر ظنوه خيالا فصرخوا لأن الجميع رأوه واضطربوا. فللوقت كلمهم وقال لهم: ثقوا، أنا هو، لا تخافوا. فيمكن الوقت ده جاي رب ليك يقولك ما تخافش، أنا هو، أنا هنا موجود، أنا هنا موجود، لا تخاف، لا تخاف. يمكن رب جاي يطبطب على كل حد فينا النهاردة وعايز يقول له بس كده النهاردة: لا تخاف، لا تخاف. رب جاي يطمنك، يقولك حتى لو شفت ان الوقت ضاع بس يعرف يجي كويس في الهزيع الرابع. تقول له معايا أمين؟ تقول له معايا أمين؟ عشان كده الترنيمة الجاية بتقول له كده: اطمن خايف ليه، ده ناقش اسمك على كفي. يقول كده: على الموج العالي بيعرف يمشي. صح، اؤمن جدا انه كل حد منتظره رب هيجيله وهيفاجئه. من خايف ليه، ده ناقش اسمك على كفي طول ما انت ماسك في ايدي. اطمن عنده للموت مخارج، ما هو الاسد الخارج غالب وهيفضل غالب. اطمن خايف ليه، ده ناقش اسمك على كفي طول ما انت ماسك في ايدي. اطمن عنده للموت مخارج، ما هو الأسد الخارج غالب وهيفضل غالب. اطمن على الموج العالي بيمشي وكمان المرضى بيشفي، يدي وبالنعمة يكفي ويسدد الاحتياجات. في البحر يشوف طريق يتمجد وسط الدين، وأما الأحوال بالدين يجي ويسدد. على الموج العالي بيمشي وكمان المرضى بيشفي، يشوف طريق يتمجد وسط الدين، وهما الأحوال بالدين يجي ويصنع رواه. اطمن خايف ليه، ده ناقش اسمك على كفي طول ما انت ماسك في ايدي. اطمن عنده للموت مخارج، ما هو الأسد الخارج غالب وهيفضل غالب. اطمن ضابط كل الأكوان وبروحه في كل مكان، وبيدي سلام وأمان للي بيتعلق بيه. في الرحمة ملوش مثيل، وفي داو ده هو دليل عن حبه لكل زليل باقي ومحبوب فعليل. ضابط كل الأكوان وبروحه في كل مكان، وبيدي سلام وأمان للي بيتعلق بيه. في الرحمة ملوش مثيل، وفي داو ده هو دليل عن حبه لكل بيحارب عنا لما بنصرخ له عنا. طول عمره قريب منا ولا يعرف مستحيلات. ابليس قدامه مرعوب والاسم يسوع مغلوب، واحنا بدم المصلوب مطلوب لينا انتصار. في الحرب يحارب عنا لما
وبيدي سلام وأمان للي بيتعلق بيه في الرحمة مالهش مثيل وفي داود هو دليل عن حبه الكل دليل غالي ومحبوب فعني قوله تاني في الرحمة مالهش مثيل وفي داود هو دليل عن حبه الكل دليل ومحبوب فعلي. ولما شعب المسيح يرن اسم يسوع العظيم السماء ترفع ببنها وتشاركنا في الترانيم. لما شعب شعب المسيح يرنم باسم يسوع العظيم السماء ترفع ببنها وتشاركنا والإله يرى والإله يرى جماله والعبادة والسجود مستحيل المجد وحدك والعبادة والسجود انت قائدنا يسوع البار نبع رجانا باستمرار انت قائدنا يسوع
بنقرب وبنسبح بنسبح ونرنم تقدر علينا أي صعاب وإحنا عبرين. تفتكروا إنه مش تقدر علينا عشان إحنا ناس شاطرين أو عشان إحنا ناس كواي كده؟ لا 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 لا، علشان إحنا بنصلي فما فيش صعاب هتقدر علينا، ما فيش صعاب هتقدر علينا، لأنه معانا ملك الملوك ورب الأرباب، ودي لوحديها كفاية. مهما الصعاب تيجي، مهما ظروف تيجي، مهما تقابل، بس مفيش حاجة هتقدر علينا. قال كده بولس، هو بيقول كده انه من سيفصلنا عن محبة المسيح؟ ويفضل يقول الشدة ام ألم ام ضيق ام عري ام طاد ام خطر ام جوع ام سيف، ويقول كده في هذه كلها، حد عارف كمان الآية؟ يعظم انتصارنا بالذي أحبنا. تاني تاني، وفي هذه جميعها إيه اللي بيحصل؟ يعظم انتصارنا بالذي أحبنا. أنا منتصر لأنه يسوع أحبني، أنا مطمن لأنه هو بنفسه معايا، أنا مطمن ومش خايف من أي شيء، ولا خايف من بكرة اللي ممكن تلاقي ناس حوالينا مرعوبين منه، بس أنا مطمن، أنا مطمن لأنه هو معايا. عشان كده نفسي أقول كلمات الشكر دي، وإحنا بنقول كده من عايل فوق أنا رافع أيدي عندك ملكي وعز سيدي. يقول كده أبدا أبدا، إيه اللي بيحصل؟ مش متساب وحدي هنا في دنيا الأتعاب، لكن إيه اللي بيحصل؟ أفضل أنت معايا، أنت موجود معايا، عشان كده أنا مطمئن. تيجي نقف مع بعض وإحنا بنقول الكلمات دي. تعالوا Hey.
I'm
شكرا ليك حبتنا في ابنك يسوع يا أبانا حمدا ليك اقبل حبنا في يسوع كده انشق الحجاب وانفتح لينا الباب. يسوع لما شق الحجاب، يسوع لما
لما مات وآمن بين الأموات فتح لينا السكة وفتح لينا الطريق ناحية السماء عشان نعين وجهه ونرى وجهه ومجده بشكل مكشوف. يسوع عملها في الصليب عشاني وعشانك عشان نكون طول الوقت احنا في الحضور الإلهي، نكون طول الوقت في قدس الأقداس. عشان كده نفسي تغمض عينك قبل وقت الخدمة قبل ما أبونا يطلع، نفسي كده ترفع قلبك الوقت ده، قول يا رب أنا بصلي إنه استمتع بالسماوات المفتوحة، قول يا رب أنا بقف قدامك الوقت ده يا رب، أنا عايز عيني تشوف مجدك، أرى مجدك. مش زي موسى، كتير بنطلبها يا رب عايزين نشوفك يا رب زي ما موسى شافك، لكن اللي مكتوب في كلمة الله مش كده. اللي مكتوب في كلمة الله إنه المجد بتاع موسى كان زائل، لكن المجد اللي احنا فيه ده باقي وابدي. عشان كده المجد اللي احنا فيه ده اعظم. هاليلويا. قراءة من إنجيل معلمنا لوقا الفصل السابع ابتداء من العدد 36. وسأله واحد من الفريسيين أن يأكل معه، فدخل بيت الفريسي واتكأ. وإذ امرأة في المدينة كانت خاطئة، إذ علمت أنه متكئ في بيت الفريسي جاءت بقارورة طيب ووقفت عند قدميه من ورائه باكية، وابتدت تبل قدميه بالدموع وكانت تمسحهما بشعر رأسها وتقبل قدميه وتددهما بالطيب. فلما رأى الفريسي الذي دعاه ذلك تكلم في نفسه قائلا: لو كان هذا نبيا لعلم من هذه المرأة التي لمستها وما هو حالها، إنها خاطئة. فأجاب يسوع وقال له: يسمعان عندي شيء أقول لك؟ فقال: قل يا معلم. كان لمدين مديونان، على الواحد 500 دينار وعلى الآخر 50، وإذ لم يكن لهما ما يوفيان سامحهما جميعا. قل أيهما يكون أكثر حبا له؟ أجاب سمعان وقال: أظن الذي سامحه بالأكثر. فقال له: بالصواب حكمت. ثم التفت إلى المرأة وقال لسمعان: أتنظر هذه المرأة التي دخلت بيتك وماء لأجل رجلي؟ إني دخلت بيتك وماء لأجل رجلي لم تعطي، وأما هي فقد غسلت رجلي بالدموع ومسحتهما بشعر رأسها قبلة لم تقبلني، وإنما هي فقد دخلت لم تكف عن تقبيل قدمي بزيت لم تدهن رأسي، وأما هي فقد دهنت بالطيب رجلي. من أجل ذلك أقول لك قد غفرت خطاياها الكثيرة لأنها أحبت كثيرا، والذي يغفر له القليل يحب قليلا. ثم قال لها: مغفورة لك خطاياك. فابتدأ المتكئين معه يقولون في نفوسهم: من هو الذي يغفر الخطايا أيضا؟ فقال للمرأة: إيمان خلصك، اذهبي بسلام. الرب يبارك لنا هذه الكلمات المباركة. في كل مرة أحبائي نلتقي مع كلمة الله
الله يعطي رسالة. والنص اللي سمعناه هو قصة لقاء رب المجد في بيت الفريزي، وعنوان العظة المحبة طريق الغفران. ولما نقرأ الكتاب المقدس بنلاقي كلمة الفريسي أو الفريسيين، ربما ما نعرفش مين هم جماعة الفريسيين اللي منهم سمعان الفريسي اللي اتكلم عنه النص الكتابي في إنجيل لوقا الفصل السابع. لفظ الفريسي جاي من الكلمة العبرية فرشة، وفرشة بمعنى فرز أو عزل أو فصل. الكلمة من اللغة العبرية إنه انعزل أو انفصل أو فرز نفسه. فالحزب اليهودي الفريسي هو حزب ديني فصل نفسه عن كل الشعب، احتقروا أنفسهم إن هم وحدهم ليهم الحق في معرفة الناموس وتفسيره والحفاظ عليه وكتابته، حتى إنهم بنوا أسوار حول الناموس وحول أنفسهم. كانت نظرتهم لباقي الناس إنهم خطاة وإنهم هم بس الأبرار في عين أنفسهم، وباقي الناس مش مقبولين عند الله. وبما إنهم بيطلوا نفسهم إن هم الأبرار، يبقى هم بس اللي بيسلكوا على حسب الناموس والفرائض وكل الناس ما بتسلكش. نظروا نفسهم إن هم مميزين في نظر الله عن دون غيرهم. ركزوا كتير على العبادة الشكلية، عشان كده رب المجد كان بيلقبهم بالمرائين. بدت نشأتهم كحزب يهودي أثناء السبي البابلي لما انفصل الشعب عن الهيكل وعن الكهنوت وعن العبادة وعن الشريعة وراحوا المنفى، فصلوا نفسيهم وبدأ يظهر كيانهم كقوة وكحزب ديني بعد وأثناء حركة المكابيين في القرن الثاني قبل الميلاد. خلاص كل اللي قلناه أحبائي عشان نعرف من هو الفريسي: أبرار في عين أنفسهم، مراؤون، غير صادقين فيما يقولون، مظهريين ليهم صورة التقوى والعبادة، وما يهمهم مجد الناس مش مجد الله. دول الفريسيين اللي اتكلم عنهم المسيح في الإنجيل، ودول اللي منهم سمعان الفريسي. والنص اللي سمعناه أحبائي بيقول إن في واحد عمل وليمة. حلو إنك عملت وليمة للمسيح علشان تستضيفه في بيتك، بس قيمة الوليمة، قيمة الوليمة إنك تستضيف المسيح في بيتك ولم يدخل إلى قلبك. زي واحد بيعمل أعمال رحمة خارجية، يدي تبرعات علشان الناس يمتدحوه، علشان ياخد مجد من الناس. عشان كده سمعان الفريسي استضاف المسيح في بيته لكن خسر الجولة لأنه لم يستقبله في قلبه. إيه صفات الفريسيين؟ احنا قرينا النص كويس، إيه الصفات اللي ممكن تنطبق على سمعان الفريسي مع أنه رجل كريم، مع أنه رجل سخي ومعطاء؟ أول صفة أحبائي حب الظهور والتفاخر. عشان يظهر أنه كريم عمل وليمة عظيمة في بيته
وأكيد دعا جميع الفريسيين والكتبة علشان يشتركوا معاه في لقائهم بيسوع المسيح له المجد. وراء هذه الوليمة مش علشان يستفاد من الرب المجد، ولا علشان يسمع تعليم، ولا علشان ياخد مشورة، لكن علشان يظهر انه يمتدح من الناس. فإذن الدافع وراء هذه الوليمة أن ينال مجد الناس مش مجد الله. مش بس كده، اللاجئ الفريسي كمان حتى في صلاته يبحث عن المديح الشخصي، يتفاخر بأعماله زي ما وقف الفريسي قدام الهيكل وقال اللهم أشكرك، أنا بدل عشور وبصوم مرتين وبعمل، أنا لست مثل هؤلاء الناس ولا مثل هذا العشار. يبقى حتى في صلاته الفريسي يميل إلى حب التظاهر والتفاخر. وهنا السؤال، كم من نفوس أحبائي في مشوار العبادة إحنا بنجري وراء المظاهر؟ لما نيجي الكنيسة هل فعلا بسأل نفسي أنا جاي علشان أسمع يسوع المسيح؟ هل أنا جاي علشان أشوف المسيح، ولا جاي علشان اتعودت أظهر نفسي للناس إن أنا بصلي؟ احذر أن يكون بقلبك فريسي. أنت عاوز الناس يمتدحوك، أنت عاوز الناس يشوفوك، أنت عاوز الناس يتكلموا عليكي. هذه طباع فريسية. ومرات إحنا نلاقي أشخاص يميلوا إلى الذاتية، عاوز أنا أكون موضوع مديح الكنيسة وموضوع مديح أبونا وموضوع مديح الأب الأسقف، الناس يقول عني إن أنا إنسان كويس. دي روح فريسية. يبقى أول صفة في الفريسي اللي عمل وليمة حب الظهور والتفاخر. تاني صفة، ودي مشكلة كبيرة أحبائي، استقبل المسيح في بيته، وأول ما دخلت هذه المرأة الخاطئة حدث نفسه قائلا لو كان هذا نبيا لعلم من هذه المرأة التي تلمسه وما حالها، إنها خاطئة. بيكلم نفسه، ينتقد الرب وينتقد المرأة. يبقى تاني صفة العين الناقضة، أما ينتقد غيره. مع أن رب المجد قال لنا في إنجيل لوقا الفصل السادس، قال لنا لا تدينوا لكي إيه؟ لكي لا تدانوا. لا تقضوا على أحد فلا يقضى عليكم، اغفروا يغفر لكم. ويكمل الرب كلامه يقول لماذا تنظر القزى الذي في عين أخيك، أما الخشبة التي في عينك فلا تفطن لها. خلي بالك، اوعى تكون أنت كمان في نظراتك فريسية. اوعى تكون جاي الكنيسة عشان تنتقد، اوعى تكون جاي الكنيسة عشان عينك مفتوحة إنك تتصيد الآخرين في أخطائهم أو في ضعفاتهم. ما أكتر الناس اللي بتخش تصلي وتطلع ما صلتش، يخش يحضر اجتماع ويطلع زي ما دخل زي ما طلع، لأن الشيطان بيقوده. أنت داخل ليه؟ فلان ده يستحق أنه يتقدم للتناول، فلانة تستحق أنها تتقدم للكلمة، كلمة الله للشركة المقدسة، فلان إزاي ده أبونا بيناوله، إزاي فلان ده قاعد قدام، إزاي بياخد الصفوف الأولى، ونقعد عيننا تنتقد الآخرين، عين فريسية. تالي الصفة أحبائي، إذا الإنسان مش ما ياخد لباله إن عيني دي المفروض تمجد الله في كل إنسان حتى في الإنسان الخاطي، أنا مين علشان أنتقد غيري؟ وأنا مين علشان أدين غيري؟ لأن إذا الرب قال لنا كونوا رحماء كما أن أباكم السماوي هو رحوم. الإنسان الفريسي أحبائي بيخش الكنيسة
ولما يطلع لو سأل نفسه استفاد ايه؟ ما استفادش حاجة. زي ما كانوا بيحاوطوا المسيح في كل مرة يقول عنهم الكتاب لكي يصطادوه بكلمة من فيه. أنا محتاج أراجع نفسي النهاردة. أحسن أخش الكنيسة وقلبي خارج الكنيسة؟ أنا عاوز أظهر نفسي في الكنيسة بس؟ أنا عاوز أظهر نفسي للناس ولا لله؟ يقول الكتاب إن هذه المرأة أتت من ورائه باكية وساجدة ومعها قارورة طيب وسكبتها عند قدمي الرب عشان تعبر عن صدق محبتها وتوبتها، عشان تعبر عن استعدادها. الله لا ينظر إلى أعمالنا الكثيرة بقدر ما ينظر إلى محبتنا ليه. القديس أغسطينوس لما بيتكلم عن التوبة يقول لنا إيه؟ كتير ما بنقول بكرة هتوب، كتير ما بنقول بكرة هتوب وينتهي كل شيء كويس، جي بكرة وأنا ما توبتش. لكن ماذا يحدث لو مت قبل الغد؟ إن الذي وعدك بالغفران إذا أتيت لم يعدك بالغد. خلي بالك انت بتوعد ربنا وما بتعيشش الوعود، والله من محبته بيدينا ويقول لنا الوقت مقبول واليوم يوم خلاص. إن سمعتم صوته لا تقسوا قلوبكم. اللقاء اللي بيتم في بيت الفريسي هو لقاء جدد فيه امرأة عاشت التوبة القلبية. النهاردة عندنا كنز في الكنيسة وللأسف ما بنعرفش نستخدمه كويس. هذا الكنز هو سر المصالحة، إن بالخطية أنا بخاصم الله، وبالخطية أنا بخاصم نفسي، وبالخطية أنا بخاصم الآخرين. تجي الكنيسة في سر المصالحة عشان تصلحني مع ذاتي ومع الله ومع الآخرين. القديس مكاريوس الكبير يقول لنا عن التوبة إيه؟ داوموا على التوبة لأنكم لا تعرفون وقت خروجكم من هذا العالم. لأن قال لنا الوقت مقبول واليوم خلاص، إن سمعتم صوته لا تقسوا قلوبكم. وخلي بالكم أحبائي، لو عرفنا نقدر جرم الخطية، يقول لنا التعليم المسيحي إن الخطية إهانة لله. مش بس إهانة لله، هي قطع للشركة معه، هي في نفس الوقت قطع للشركة مع الكنيسة جسد المسيح. الخاطب يفصل نفسه، بينعزل عن الله وبينعزل عن الجسد الكنسي. فالتوبة هي ارتداد وعودة إلى الحياة من بعد الموت. عشان كده الأب الرحوم قال ينبغي أن نفرح ونصر لأن ابني هذا كان إيه؟ كان ميتاً، كان ضلا فوجده، كان ميت وحي. يبقى التوبة هي العودة إلى الحياة من جديد. عشان كده الكنيسة لما تدينا نماذج مضيئة زي واحد اسمه القديس موسى الأسود، الكنيسة لقبته بالقوي في التوبة. يتكلم عن التوبة يقول إيه؟ إلجأ بنفسك إلى الله في التوبة فتستريح. قديه الإنسان في الخطية بيعيش حالة من التعب. هذه المرأة الخاطئة أكيد أدركت قد إيه وهي بعيدة عن ربنا، محتاجة للراحة. ورب المجد قال تعالوا إلي يا جميع المتعبين وثقلي الأحمال وأنا إيه؟ وأنا أريحكم. القديس يوحنا سابا اللي هو بيلقب بالشيخ الروحاني يقول لنا التوبة تجدد توب الحب، هي أم الحياة وطوبة لمن ولد منها. يعني التوبة
تلدني ولادة جديدة. ولادة التوبة ولادة جديدة للإنسان. كل مرة نسقط ونقوم ونقول لا تشمتي بي يا عدوتي، لأن وإن سقطت سوف أقوم. أهل القيامة في التوبة دي. مباركة أنت أيتها التوبة، يقولنا القديس الشيخ الروحاني، مباركة أنت أيتها التوبة أم الغفران، يا من أعطيتنا حب الآب الرحوم المملوء رحمة. وده تجلى في أن المسيح يقبل هذه المرأة ويقبلها بحب، لأن اختبر قيمة محبتها. أحبائي، الحب وحده هو اللي بيجدد بشريتنا، والحب وحده هو اللي بيخلقنا خلق جديد. هذه المرأة عبرت بدموعها بقبلاتها لقدمي الرب، بسجودها وانسحاقها. لم تعش مظهرية التوبة، لكن عاشت التوبة الباطنية. علمنا كتاب التعليم المسيحي يقول لنا التوبة الباطنية ايه هي؟ هي اعادة توجيه جذري، توجيه كلي لحياتنا، هي عودة وارتداد الى الله من صميم قلبنا. يبقى مش مظهرية، مش شكلانية، لكن من عمق حياتنا ومن عمق قلوبنا نأتي إلى رب المجد. ومش بس كده، ونبغض كل أشكال الخطية برغبة أن نتجدد معتمدين على رحمة الله ومحبته. ثالث صفة أحبائي للفريسي، ودي مشكلة، قلبه يضمر بالشر وكلام السوء. كل مرة اجتمعوا الفريسيين بالمسيح كانوا يبحثون عن كلمة من فيه لكي يصطادونه. يبقى القلب مش خالي. عشان كده انطبق عليهم قول الكتاب، هذا الشعب يكرمني بشفتيه أما قلبه بعيد عني كل البعد. ايه قلبه يضمر بالشر؟ اول ما المرأة دخلت بيت الفريسي حدث نفسه، لو كان هذا نبيا لعلم من هذه المرأة وكيف حالها، انها خاطئة. وده حال ناس كتيرة فينا، يقف يصلي يقول يا ابانا الذي، اطل اقول سبحان الله، شوف ظلم اخوه ويقول اغفر لنا ذنوبنا وجاي يصلي، جي الصيام بيصوم سبحان الله، داخل الكنيسة يحضر القداس وصايم، وشوف عمله في الشارع النهاردة، راح يدي الكنيسة تقدمة سبحان الله، يدي ازاي؟ هو ربنا هيقبلها منه؟ ده فلوسه كلها غش، ده فلوسه كلها حرام، ده بيغسل أموال، ده بيرابي. ونفضل ننتقد لأن قلبنا مملوء بالشر أو بكلام السوء. لكن شكر لله أحبائي، فمن استنار بنعمة الروح القدس واختبر محبة المسيح، كل اللي جواه يهتف ويقول إيه؟ إن كان خاطئا لا أعلم، إنما أعلم شيئا واحدا، إنني كنت أعمى والآن أبصر. ما يهمنيش أنت بتقولوا على يسوع إنه خاطئ، ماليش دعوة. أنت بتقولوا عليها خاطئة، أنا ماليش دعوة. أهم حاجة أن نختبر حضور يسوع في حياتي. عشان كده الأعمى طردوه لأنه شهد للمسيح. سمعان الفريسي صاحب القلب الشرير خسر تبعيته للمسيح. ورابع صفة قدمها لنا الكتاب المقدس، ودي مشكلة، بيحمل الناس أحمال وهم ما يحركهاش بأصبعهم. قال عنهم الكتاب، رب المجد قال كده، تعشرون النعناع والشبس والكمون وتركتم أثقل ما في الناموس، العدل والرحمة والمحبة.
هو دول الفريسيين، هم دول الفريسيين، يقولوا وما يعملوش، يدوا أوامر وما يعملوش. ده لو أبونا إدى وعظة ومش أما يعيشها إحنا هننتقد أبونا. ده لو الأب الأسقف بيدي تعليم ومش بيعيشه إحنا هننتقد الأب الأسقف. ده لو الأب البطريرك بيدي تعليم وإحنا وهو ما بيعيشوش إحنا بننتقده. يبقى برضو إحنا جوانا العين الفريسية، نقول وما نعملش. لا أحبائي، إيه قيمة حياتنا الفريسية لو خلت من أعمال الرحمة؟ الكتاب قال من أنت يا من تدين أخاك أحكم على نفسك. مرة جابوا الأنبا موسى الأسود قالوا له في واحد راهب أخطأ بخطية الزنا ولازم يتعامل له مجمع ويتحاكم، جماعة الرهبان جماعة قديسين، تعال يا أبانا علشان المجمع مستنيك. عمل إيه الأنبا موسى الأسود؟ راح جاب شوال وملاه رملة وخرم الشوال وشال الشوال على كتفه. فهو ماشي وراح للأبان الرهبان قال لهم ايه؟ قالوا له ايه يا أبان اللي عامله دوت؟ قال لهم هذه خطاياي، فلو كل واحد نظر الى خطاياه لما حكمتم على هذا الرجل. قالوا احنا غلطنا، حقق علينا، صلينا. وعرف يحول الإدانة والدينونة إلى عمل رحمة، جدد الحب في حياة هذا القاطي، هذا الراهب اللي أخطأ، وحوله إلى قديس. لأن إيه؟ فتح له باب رحمة ربنا وغفرانه. عشان كده الله مش محتاج مننا أشياء عظيمة عشان نعبر بيها عن توبتنا، لكن محتاج لحب. قال المسيح عنها لأنها إيه؟ أحبت كثيرا. دي واحدة في الخطية، كيف عاشت الحب؟ لما تقابلت مع المسيح ترجمت الحب لما شفت المسيح. إذا كانت العظة بتاعتنا المحبة طريق الغفران، ده يخلينا نسيب الفريسيين وركز 5 دقائق في هذه الشخصية القديسة اللي تحولت من شريرة إلى تائبة قديسة. أتت لكي تتقابل مع المسيح، أول خطوة. أنت مش جاي عشان تشوفني أنا، ولا جاي عشان تشوف المرنم، ولا جاي عشان تشوف الكورال، أنت جاي علشان تشوف المسيح. ده أول خطوة مهمة في حياتنا. رغم كل خطايانا، أيوة، مهما كانت خطايانا، أيوة، لأن مهما كانت خطايانا كثيرة لا تساوي جزء من محبة الله لينا. الله اللي قال يترك 99 ويبحث عن طلب الضال حتى إيه؟ حتى يجده. يبقى الله من محبته بيفتح لينا الأبواب. أنا جاي علشان ألتقي بيسوع، ده أول حاجة عملتها. ليه جيت للمسيح؟ عندها إيمان؟ آه. هو الشافي، هو الغافر، هو المجدد، هو المغير، هو اللي هيديني خليقة جديدة. لأن قال لنا الكتاب إن كان أحد في المسيح هو خليقة جديدة، الأمور العتيقة مضت والكل قد صار إيه؟ جديدا. ترجمت محبتها لما جت للمسيح في أفعال، جابت معها قارورة الطيب، وقال عنها الكتاب قارورة الطيب غالي الثمن. القارورة بتمثل ايه؟ حياتها. انت جاي ليسوع النهاردة، ايه اللي معاك؟ ايه اللي في جيبك؟ وايه اللي في قلبك؟ ايه اللي جايبه للمسيح؟ احنا مرات بنيجي بمشاكلنا ونطلع بمشاكلنا، لكن إذا عايزين نجيله بالقلب، يا ابني أعطني قلبك، ده أهم حاجة. مهما كانت خطايانا الله يستعد أن يجدد كل حياتنا. أتت ومعها قارورة الطيب، بتمثل كل اهتمامها كل حبها. هل فعلا عندنا استعداد نيجي لربنا بحاجة غالية؟ إيه أغلى من الحب؟ إيه أغلى من القلب؟
ايه اغلى من الضمير؟ ايه اغلى من الارادة؟ ايه اغلى من الحواس؟ لو اتدربت نفسي ان انا اجي واقدم كل ده ربنا سيحول حياتي الى قديس. تاني حاجة اتت باكية. احنا بس نبكي لما يموت واحد، بس نبكي لما يكون في خناقة، بس لكن نبكي في التوبة، نبكي في العودة الى الله، نبكي في الندامة. لما قال داود النبى ابكي مش هقدر اطلع انام وانا اغسل مكاني كله بالدموع، لا ما نبكيش. اتت باكية، البكاء علامة التوبة. مين بكى لما ارتل له المسيح؟ بس بطرس نظر اليه بكى بكاء مرا لما انكر سيده وعرف انه اخطا. في العهد القديم داود النبي بكى لما اخطا مع امراه اوريا الحسي، وراح صمويل يقول له احكي لك قصه، قصة الراجل الغني اللي ساب كل ثرواته ومقتنياته الغنية وطلل النعجة الصغيرة بتاع الفقير. حكمك أيها الملك؟ قال له الذي فعل هذا يقتل. قال له أنت هو الرجل. كل اللي عمله داود بكى بدموع وقال له صلي لي علشان الرب ينقل عني خطيتي. قال له الرب نقل عنك اسمك. داود بكى، بطرس بكى. خلي بالكم في سفر زكريا النبي في آية جميلة جت بروح النبوءة على فم المسيح، يقول ما هذه الجروح التي جرحت بها في بيت أحبائي. هل عارفين ان كل خطية احنا بنعملها بتخلي المسيح يبكي من جديد؟ هل كل خطية بنعملها بتعمل جرح في الكنيسة اللي هي جماعة المؤمنين؟ الخطية مش بس على المستوى الشخصي، لا على كل شعب الله. عشان كده أتت باكية، لأن الدموع تغسل الخطية. وإزاي موسى الأسود بكى وهو بيعمل سر التوبة قدام الأب المرشد الراهب أبونا إسيزوروس القس، وهو بيبكي على خطاياه قال له يا بختك يا موسى، كلك بقيت جديد، ربنا نقل عنك كل حياتك الماضية، بقيت كلك أبيض. حاجة تانية عملتها المرة، أتت متضعة عند أقدام يسوع. علامة التوبة الاتضاع، مش التكبر، مش التعالي، مش الغرور. هذه المرأة أتت عند قدمي الرب، اتضاعها، تقبل أقدامه، تمسحها بالطيب، شعر رأسها ينزل عند قدمي الرب. ده يمكن نوع من المذلة، نوع من التحقير؟ لا، ده نوع من إدراكها لجرم الخطية اللي عاشتها، وهي عارفة لما تنزل عند قدمي الرب هيرفعها، لأن قالت لنا أمنا مريم العذراء أنزل الأعزاء عن الكراسي أما المتواضعين رفعهم. وآخر حاجة عملتها قبلت قدمي السيد. صعب إنك تبوس رجل حد، صعب جدا، نوع من التحقير. لكن ما فعلت هذه المرأة أحبائي عشان تعرف قيمة هذا الرب المخلص السيد. علامة انسحاق، أنا لست مستحقة أن أكون ابن ليك النهاردة، زي ما عمل الابن الشاطر لما رجع إلى الآب وقال له أخطأت إلى السماء وقدامك. إذا كانت المحبة هي طريق الغفران، قبل كل حاجة تذكر أن الله يحبك، والله لا يشاء موت الخاطي مثل ما يرجع ويحيا. وعشان كده قال لنا الكتاب الوقت مقبول واليوم يوم خلاص، إن سمعت صوته فلا تقسوا قلوبكم. ففي بيت الفريسي خسر الجولة. المحبة اللي ما عاشهاش الفريسي، المحبة أظهرتها المرأة التائبة. المحبة طريق التوبة والغفران مش للفريسي، للمرأة الخاطئة. وانت كل مرة تيجي الكنيسة
حط الشعار ده قدامك، الله يحبني، وخلي عندك إيمان إن هذا الشعار الله يحبني، المحبة وحدها تستطيع أن تخلقني من جديد. ما في خاطي جيل المسيح ورجع أبدا، ما في الشرير وجيل المسيح ورجع خايب. ليه؟ لأن قال لنا جعلت أمامك بابا مفتوحا لا يستطيع أحد أن يغلقه. خلي بالكم مهما كانت خطايانا كثيرة، كتب نبي الله حزقيال صورة جميلة عن عمل الله في الإنسان. كتب وقال إيه حزقيال من أنبياء السبي البابلي، وشاف أورشليم مدوسة، ومدوسة في الشر، وفقدت كل كرامتها وكيانها، وصورها كامرأة عارية. يقول للكتاب مررت بك وإذ زمانك هو زمان الحب، كنت مدوسة عملت معك، سطرت عريك، حممتك بماء فتغتسلين من أرجاسك ورجساتك. ده اللي بيعمله ربنا مع الإنسان، مهما كانت الخطية تحقرنا نعمة الله ترفعنا، مهما كان الشر قوي الخير ينتصر، مهما كانت الظروف والضغوط تعطل إيد الله تعضد. عشان كده في بيت الفريسي هذه المرأة تعطينا رسالة حية، الحب وحده طريق الغفران. قارن نفسك، هل أنت فريسي لك أعمال تقوية ظاهرية لكي تمتدح ويراك الناس، أم أنت مثل هذه المرأة تحمل قلب تائب وحب متجدد؟ كفاية ربنا يحبني، بهذا الحب أستطيع أن أقول كنت أعمى والآن أبصر، بهذا الحب أستطيع أن أرجع إلى البيت الأبوي، بهذا الحب أستطيع أن أولد ولادة جديدة في التوبة، بهذا الحب أستطيع أن أصالح مع نفسي ومع الكنيسة ومع المسيح، لأنه هو اللي قال لنا تصالح مع الله إن كان الوقت ده وقت للتوبة. أحبائي ياريت نفكر في محبة الله الغير محدودة، في محبة الله الغير متناهية. هذه المرأة تعطينا درس، ودرس مهم. عبر عن توبتك بأعمال بسيطة، عبر عن محبتك بأعمال بسيطة، مش مهم تعمل قد إيه، بس المهم عمل بسيط، تقول له يا رب أنا بحبك من كل قلبي. ليه؟ لأنك أنت أحببتني محبة أبدية، ومن أجل ذلك اجتذبتني برحمة. نصلي إلى الروح القدس أن يبارك الكلمات، يبارك كل الحاضرين، يفيض من بركاته ومن ثماره على كل إنسان، يسكب من نعمه ومن عطاياه، حتى نحيا في جدة الحياة مع المسيح ولأجل المسيح وفي المسيح. إلهنا كل إكرام وتسبيح من الآن وإلى الأبد، أمين. نفسي الوقت ده نصلي، نفسي نقول مع بعض كمان احنا بنصلي الكلمات دي، لأنه أشعر أنه الروح القدس في وسطينا بقوة. تعال نقول مع بعض الكلمات الجاية دي بالأحضان الأموية. قلبك بينادي عليا رب النهاردة، مش بيسيبنا أو يقولنا يلا روح. كان ممكن يقول كده الست دي، لكن رب بلها كمان بمدح. عشان كده نفسي تغمض عينك الوقت ده، ونفسي تكون صلاتك هي الصلوات والكلمات دي،
واحمله كده دقت مرار البعد قسيت وتمنيت ارجع تاني. وانت بتصرخ له كده كابن وانت بتقول له راجع للآب الحنان. بالأحضان الأبوية قلبك بينادي عليا. بالأحضان الأبوية الابن الضال كده اتكتب عنه انه رجع الى نفسه. وفكر كده كم اجير الابي يفضل عنه الخبز وان اهلك جوعا. فكر الفكرة دي وقال كده انا اقوم اذهب الى ابي واقول له يا ابي اخطأت الى السماوات وقدامك ولست مستحقا ادعى لك ابنا بل اجعلني كأحد اجراك. وهو رايح له هو رايح لأبوه لأن أبوه في منظر رهيب جدا. وده اللي جابني للرب يسوع لكل المجد لأنه إيده مفتوحة. ده مش بس إيده مفتوحة لكن الأب اللي عمله من جماله من رحمته من حنيته من محبته جري عليه والكده وقع على عنقه وقبله. يا رب على المحبة اللي تعرف تستر كتير جدا. يا رب على المحبة اللي بتقبلنا واحنا في أضعف أوقاتنا وأقل حالتنا الروحية. يا رب على المحبة بتاعتك
اللي تقبلنا بكل ريحة مش نظيفة يا رب، عن محبة بتاعتك اللي تقبلنا بكل أعمال صعبة يا على محبتك لينا. أنا نفسي كده الوقت ده أشكر رب، بس قول يا رب أنا بشكرك لأنك قابلني، قول يا رب أنا بشكرك لأنك قابلني زي ما أنا. أنت مش محتاج تنضف عشان تروح له، العكس أنت محتاج تروح له عشان يعمل فيك وعشان يقدسك. نفسي الوقت الجاي ده تعالوا مع الست اللي راحت عنده، تعالوا نقوله كده، هآتي بطيب فوق رأسك، هبني الآن أعرف حق قدرك يا يسوع. We'll be right back.
يا يسوع وليس بحبك يا ولا حد شوية قدوس 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 رب
بتغنى يا مليك الدهور السرمدي يسوع المسيح الإله الحبيب الوحيد قدوس 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 رب الصباوت السماء والأرض مملوءة من مجدك قدوس قدوس رب الصباوت السماء والأرض مملوءة من مجدك اسمك يتغنى بالعز والجمال في كرسيك الكل يقول مجدا وإكراما لك اسمك يتغنى بالعز والجمال في كرسيك الكل كتيرة كده إبليس يبص علينا إيه ده بيسبحوا إزاي هو الناس دي مش مكتوب إن أجرة الخطية هي موت إزاي كده لسه عايشين وإزاي بيسبحوا أصل يسوع اللي ليه كل الإكرام عملها في الصليب وقال كده إنه أنا جيت مش بس عشان يكون ليكم حياة لكن عشان يكون ليكم إيه أفضل أنا جيت مش عشان الحياة الأرضية دي لا 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 أنا جيت عشان حياة أبدية أنا جيت عشان حياة أبدية لك عشان كده في كل مرة أنت بتسبح وبتعلي الرب إبليس بينكسر قدامك حد يقول معي أمين يقول معي أمين في كل مرة أنت بتسبح فيها أنت بتعلن انتصار على إبليس انت بتعلن انه ابليس منهزم وان انت منتصر عليه عشان كده الترنيمه الجايه بتقول كلمات جميله جدا بتقول كده كسرت سهام العدو عمل ايه تاني عظمت الانتصار دسنا كل قواته شكرا لك يا بور يقول كده الكلمات الجميله دي على حساب الدم وقوه الصليب لا نخشى لا نهتم ملجأنا الحبيب كسرت سهام العدو عظمت الانتصار دستي كل قواته شكرا سهام العدو عظمت الانتصار بسنا كل قواته شكرا لك يا بار على حساب الدم ويدوب بالصليب على حساب الدم
أطلقتنا إيه؟ أحرار من عبيد للخطية لأبناء لله وأحرار. عشان كده نفسي نقول الكلمات الجاية دي وإحنا بنهتف بأعلى صوت، نقول كده ابن ولي شأن كبير، نقول كده اتبناني رضي بيا واشتراني وحن عليا. تعالوا نقف وإحنا بنسبح بالكلمات دي في اسم يسوع. Yeah.
ابني خاضع وآمين هعيش له طول السنين ابني خاضع قوله تاني هعيش له طول السنين ابني خاضع وآمين ورح يدعمه شمال ويمين كل أيام أنا لي إله عظيم وبغني بين الناس أنا لي إله عظيم يا رب مبارك اسمك لأن احنا دعينا على اسمك القدوس والغالي شكرا من أجل كل أوقات يا رب كل أوقات احنا انت بتقبلنا طول الوقت فيها شكرا لأنه ندعوك أبونا وانت تدعونا أحبائك هاللويا تعالوا نختم بالصلاة الربانية في اسم يسوع أبانا الذي في السماء يتقدس اسمك ليأتي ملكوتك لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض وخبزنا كفافنا أعطينا في أيامنا واغفر لنا ذنوبنا كما نحن لغيرنا لا تدخلنا في تجربة بل نجينا لأن لك الملك والقوة والمجد
محبة الله الآب ونعمة الإبن الوحيد وشركة وعطية الروح القدس تكون معكم. امضوا بسلام، وسلام المسيح معكم. جئنا إليك أبونا السماوي، عيوننا الشاخصة إليك. الله الآن يأمر جميع الناس أن يتوبوا. افتح عيني عشان أشوف إيه اللي عملته على الصليب علشاني. اعرف حاجة، الشر لا يكسر بالشر. لكونك انت يعني هالك تخلص بالتوبة بدم المسيح، ومحدش هيقدر يدخل السماء غير اللي اتمتع بالرحمة.